وقفه للكلام اللي قاله اسامه. انا بقول كمان الاهداف اللي اتلغت للنادي الاهلي صح بدعم ركلات الجزاء. ده قصه ثانيه. ركلات الجزاء زي رقم قياسي والله جدا. يعني النادي الاهلي يمكن اكتر, ما فيش احصائيه معينه, لكن هو اكثر الانديه اللي الغيت لها اهداف. محمد شريف كان زمان هداف تاريخي. ده في ريكورد تاني جميل قوي, الاهلي بيتحسب له هدف كل 9 دقائق لما يجي يتحسب لازم يفضل حاطط ايده على البتاع كده ويجيب لك الكرة من ايام 20 سنه من 76. لا لا انا مره ابني بيسالني بيقول لي هو بيراجع ايه؟ قلت له بيراجع اللعبه بتاعت الدور الاول. لا في واحده سامه في واحده راجع وزن الكوره حكم يعني دولي قال لي راجع وزن الكوره يكون الهواء مش مظبوط يعني. المستقبل خلينا بقى المستقبل بيقول ان انت المطلوب من فرقه من فريق النادي الاهلي المباريات الاربعه القادمه باذن الله. نعم كويس. ما يحدث على الجانب الاخر هتبقى مساله هنتفرج عليها وهنشوف. وانا بتوقع طول ما النادي الاهلي في المنافسه وماشي بقوه لا يفقد حاجه باذن الله, فده هيؤثر على المنافسة.